مسرحية كل شيء فيها بصيغة المؤنث إلا الرواية، فالرجل هنا هو بطل الحكاية، هو الحاضر الغائب، باختصار هو كل شيء في هذا العمل المسرحي. بنات لالا مننا، المسرحية التي أدخلت المغاربة إلى عالم النساء بحيثياته المعقدة والبسيطة في ذات الآن. القصة تحكي واقع أربع فتيات بلغن سن الزواج لتنطلق رحلة بحثهن عن الفارس المثالي الذي يفك أسرهن والأغلال التي تقيد حريتهن في بيت تحكمه أم متسلطة وحازمة. المسرحية ورغم مرور 10 سنوات من عمرها ورغم تحويلها إلى مسلسل بجزئين لا زالت تلقى إقبالا واسعا من طرف الجمهور المغربي الذي يجد فيها في كل مرة نفسا ولمسة جديدة. لالا مننا هي ما كتاثر لي حتى على شخصيتي لانها هي دور من الادوار اللي كنادي دائما. هي دور لانها كتغسل المراه المغربيه بطبيعه الحال، انا مرتاحه فيه وتنادي بكل صدق وبكل هذا. وبالنسبه لنا انا اللي بغيت نزيد ان كنحتفلوا بالعشر سنين ديال بنات المسرحيه بنات لالا منانا. الحمد لله احنا مازالين خدامين بالمسرحيه وغدا في طريق الصحيح وغدا مستمرين بواحد الجوده لان احنا مرتاحين في المسرحيه. تفاجئنا بالناس كيضحكوا، حنايا سحبنا الناس غيتأزموا معنا وبداو كيضحكوا، قلنا اذا حنا عملنا عمل فكري ماشي عمل درامي. فوالا من تما بدات المغامره وعجل المسلسل من بعد. الشخصيه ديال الرجل موجوده بقوه، موجوده في رمزيا كيفاش كتاثر على هاد العيالات اللي في هاد الدار، ولكن حنا حافظنا على النسخه ديال لوركا. لوركا ما كيبينش مره الراجل، كيهضروا على واحد بيبي رومانو، ولكن هاد بيبي ما عمرنا كنشوفوه. حنا صبرنا بيبي سميناها عماد وما عمرنا كنشوفوه. مرت إذن 10 سنوات من التجوال واللعب على ركح مختلف المسارح المغربية. مرت 10 سنوات من عمر بنات لالا مننا، وسواء وجدنا هؤلاء البنات المنقذة لواقعهن أم لا، تبقى المسرحية نموذج مصغر لبنات أخريات في مجتمعنا المغربي، حيث يشكل الرجل هوسهن الأكبر، ولا زلنا ينتظرن فارسا قد يأتي وقد لا يأتي.